شو صار مبارح بالاجتماع؟ خربت الدنيا. لا تقولها. هالمرة كبرت كتير. المدرسة انطبلت وانتي ما بتعرفي؟ رجعتي هربتي. صباح الخير. خير مرت عمي، صاير معك شي؟ لا ما في شي. كيفك؟ منيح اللي شفتك لأني كنت بدي أسألك عن شغلة. بس أنا تأخرت على المدرسة. بخصوص إيلين. شو عاملة إيلين؟ أنتي بتعرفي إيلين عم تحكي مع حدا؟ كيف يعني؟ ما فهمت. عم تشوف شاب ولا لا؟ يعني أنا ما بعرف، يمكن. أنتي بتعرفي قديش أنا وإيلين صحبة، وإذا عرفت إني حكيت يمكن تزعل مني وما عاد تحكي معي، مو هيك؟ سهيل، بس هو أكبر من إيلين بكتير ويمكن عمره 35. شو حقير. بعدين هو غني كتير، بس من وين إله كل هالمصاري وشو بيشتغل؟ ما حدا بيعرف منهم. معناتها بتعرفيه منيح. لا ما بعرفه شخصي، بس سمعت عنه لأنه سيرته على كل لسان بالمدرسة. طلاب اللي عم يحكوا ولا الأساتذة؟ الكل تقريبا، لأنه بيستناها قدام المدرسة وهي بس تشوفه فورا بتطلع معه بالسيارة بدون ما تعمل حساب لحدا، لهيك حكوا عليها. صحي ما دريتي باللي عمله مجد كمان؟ ليش شو مساوي؟ ما قالوا لك؟ شوفي احكي. آسفة ما عاد فيني أتأخر أكتر من هيك، إذا بدك فوتي على المدرسة وفهمي من المدير. بس أمانة أنت وعدتيني ما تخبري إلي، مزبوط؟ بوعدك. ماشي يلا باي، أنا تأخرت. ما رح تقدروا تواجهوا الدبابة تبعي بالمرة. شو رح تقلبك على الأرض هلا. يا اختي تعي عندي جنبي خلينا نرسم انا وياكي. بعدين بنرسم حبيبي. طيب. اوه اجت الشرطه. شو اللي شاغل بالك لحتى صفناني هيك؟ ولا شيء. ديروا بالكم طياره عم تطير فوقكم. انا كثير وانا طارت. ديروا بالكم. عم فكر روح على الكلية. وشو؟ ولا شو بالله؟ مشان شغلة. شو هالشغلة؟ كرمال تشوفي أحمد، ما هيك؟ لا أكيد مو مشان أحمد. عندي شغلة. إيه وليش؟ ولا شي. مشان شو حاطة النظارة ها؟ مو علي هالحركات، يلا نطبي. بعدين مو أحمد قال لك بلا ما تروحي على الكلية بهالفترة مشان ما يصير لك شيء؟ أهلا وسهلا. أهلين أمي.
لوين؟ لازم روح على مدرسته لمجد، ما بعرف شو عامل، بس قال ضروري شوف المدير ولا هديك الست إيلين، الله يعيني عليهم. وانتي لا تروحي، خليكي بالبيت مع ستك، مو ناقصني مصايب، ما عاد اتحمل بالمرة.